الله وبركاته. تعالوا مع بعض نسمع صديق الفنان الراحل عمر شريف يحكي تفاصيل وفاته الأيام الأخيرة. تعالوا نعرف هذه التفاصيل. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة والدعاء له بالرحمة والمغفرة. أول حاجة تعازينا الحارة للعائلة الفنية كاملة. كنفتقدوا واحد فنان اللي هو خونا وحبيبنا وصاحبنا وعطى الشيء الكثير للفن الشعبي المغربي. الخبر تلقيناه كفنانة يعني كالصاعقة والله القسم. والبارحة أنا طالع لداري، أنا ساكن فنانيت في دار بوعزة، طالع لداري بالليل كنشوف الخبر مشى في انستغرام، عيط ليه في التليفون، لقيت التليفون ديالو طافي وداكشي. دير معانا صاحبي صديق ديالي مقرب ليا، هزيت طوموبيلتي ومشيت ديريكتومون لدارو. حتى كيبان لي زومبيلونس، كيبان ليا الناس ديال الدرك الملكي، عرفتي ركابيه وما كذبش عليكم مابقيتش قدرت نوقف. لقيت الناس كتبكى، لقيت بعض الفنانة تما، لقيت سميتو تما جزاهم الله خيرا انهم جاو. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يرحمه، وافتقدنا فنان اللي فنان كبير والقلب الكبير وغير كيضحك. وإلا بغيتي تضحك وكنتي مقلق وكنتي كنتي 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 زعفان وكنتي متوتر وداك الشيء، إلا بغيتي تضحك عيط لعمر شريف. والناس اللي مقربين لعمر شريف هما اللي غادي يشاطروني الراي. عمر اللي كيبقى انسان فكاهي وانسان ضحوكي. الله يرحم خويا عمر، والله يصبر وليداته ويصبر اهله ويصبر جميع الفنانين المغاربه. اكيد العائله ديالك كتولد ديال اسبانيا، اش كتشوف الحاله ديالك؟ باش نقول لكم الله يصبرهم وليداته ويصبر مرته مسكينه. وهاد القضية هادي راه ما يبغيها حتى شي واحد، لأن نتايا غادي تموت وغادي تدفن وما غيكونوش حداك وليداتك. ولكن حنايا راه فينا خوتو، فينا أحبابو، فينا عائلتو، وما كاينش شي واحد ما كيبغيش عمر. عمر كيبغي كلشي، المغرب كله ديال عمر، وعمر ديال المغرب كامل. اول حاجه الغياب ديال الفنانه، كاينين الفنانه جاوا ماشي ما جاوش، غير هي واحد المساله راه جاوا البارح بالليل. الفنانه جاوا البارح مع 3 الصباح 4 الصباح، بقينا حنايا تل سميتو حدا دارو، ماشي ما جاوش الفنانه جاوا. ولكن البارح داع الخبر بانه غادي تدفن فاس، داكشي علاش ما جاوش الفنانه. وبالنسبه لعمر، والله كون كان غيتدفن هنا في كازا غتلقى واحد اش نقول لك، ما شاء الله غير الناس اللي غادي يجيو غيجيو في العزاء ديالو. عمر هاد جوج ديال الاسابيع تقريبا ولا 15 يوم كانوا شي اصدقاء اللي كانوا مقربين لي. انا تقريبا شي شهرين دابا ما بقيت تواصلت انا وياه، تقريبا ولا شهر شي شهر وشهر ونص تقريبا ما تواصلت معاه. ولكن قال لهم عندي شي نغزه جيت القلب ديالي كيضر، عنده شي نغزه بعض المرات كتشدو جيت القلب ديالو مسكين. الله يرحمه برحمه الله يا رب.